السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسى نبي، عيسى نبي، وكل من له نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلش أنا مش عايز الناس بس تستغرب من شكلي شوية ومنظري، أنا آسف لو كان شكلي يخض حد معين أو يخضكم في حاجة، بس والله موضوع الحلقة أو الشكل اللي أنا فيه ده أنا ما قصدتوش إن أنا أعمله، هو حاجة كده جات لوحدها يعني، وهقول لكم بالظبط. معلش انا اسف، هقول لكم بالظبط الموضوع جه ازاي او الحلقه دي جت ازاي. طبعا زي ما انتم فاهمين يعني، او كلنا عارفين ان كل بيت فينا عنده الاولاد الصغيرين والكبار والوسط، والموضوع دلوقتي الطبيعي عند ناس كتير في بيوتها التليفونات والنت. طبعا انت تيجي من الشغل تلاقي ابنك ياخد التليفون منك يقعد يلعب العاب، طفل تاني مثلا تبص تلاقيه جاي يخش مثلا يتفرج على صور، الحاجات دي كلها كلنا فاهمين، والتيك توك واليوتيوب والحاجات دي كلها اللي موجودة في الوقت الحالي، وولادنا كلهم. من الصعب ان انت دلوقتي تقدر تتحكم في طفل حتى لو مش هتقعده على النت بيمسك التليفون ويتفرج على فيديوهات او حاجة زي كده. طبعا يعني زي اي بيت، طبعا طبعا انا عندي نت موجود في قلب البيت، فالنت اللي موجود عندي في البيت عشان يعني انا بحتاجه في شغلي، بنحتاجه بكلم مثلا حد مسافر، اخويا مثلا، اولادي بيكلموا مثلا قرايبهم في مصر مثلا، بنتي بتعوز مثلا بتقعد تذاكر في ثانوية عامة طبعا، فساعات يعني بتحتاج وبتقعد تذاكر عليه. فطبعا يعني ساعات في وقت من الأوقات بيبقى التليفون مثلا مكون أو كده، فابني عبد المنعم اللي هو بودي إن شاء الله داخل المدرسة السنة الجاية، فهو بيمسك التليفون طبعا بيقلب وكده، فطبعا يعني أو شاف إخواته بيدوروا وبيقولوا تحدي، وبص تعال نخش نشوف التحدي ده بيعمل ايه والتحدي ده بيعمل ايه. فطبعا كلمة تحدي، فهو طبعا انت عارف ان الطفل الصغير زي ما بيقولوا الطفل المصري هي اذكى طفل في العالم، مش عارف منين دي. المهم طبعا هو عمل يعني ايه، هو طبعا شاف من ضمن التحديات والحاجات دي في قناة على اليوتيوب مش متذكر اسمها بالظبط. فالقناة ديت في أب ومعاه تقريبا بنتين أو مع ابن، المهم معاه أولاده، فهو طبعا دايما عامل فيديوهات كتير، معظم الفيديوهات دي بينه وبين أولاده بيعمل تحدي، هو بيحفز الأولاد. يعني مثلا ممكن تلاقيه محفز الطفل مثلا ايه، طب لو حفظت جدول الضرب انا هعمل لك كذا، طب يا بابا لو انا حفظت جدول الضرب اطلب اللي انا عايزه، يقول له ماشي حبيبي اطلب اللي انت عايزه. وطبعا الولد مثلا يحفظ مثلا جدول او اتنين تلاته، جدول تلاته جدول اربعه مثلا، ويجي بابا انا حفظت الجدول، يقول له طب قول، فيقول قايل له الجدول، فطبعا الولد يقول له انا عايز اطلب الطلب اللي انا عايزه، يقول له خلاص ماشي، يقول له مثلا ايه وديني جنينة الحيوانات، وديني مش عارف ايه. فطبعا بيبقى متفق الولد مع والده في حالة ان هو يحفظ الجدول، ان هو يحفظ الجدول يبقى لازم يحقق له الامنية اللي هو هيقوله، طالما في يعني في حدود وهيقدر ينفذها له فبينفذها له. ودي طبعا كانت البداية ان بودي ابني شاف الاولاد دولت بيتحدوا والدهم، ووالدهم بينفذ اللي هم بيقولوه. اهم حاجه دي ان والدهم بينفذ اللي هم بيقولوه، هو بيحاول يعلمهم الثقه، وبيحاول يخليهم ان هم يعني ايه، يعني بيحفزهم على المذاكره او بيحفزهم على حاجه كويسه. الطفل لما بيلاقي ان انت بتقول له مثلا زي في حالة إن هو يحفظ الجدول، يبقى يحقق له الأمنية اللي هو عايزها. مثلا بابا أنا حفظت النهاردة، كنا متفقين مثلا إن هما يحفظوا جدول مثلا اتنين، جدول التلاتة زي ما قلت لكم. فطبعا الولد يقول له خلاص أنا حفظت، طب يا بابا ماشي، يعني إيه أنا عايز محتاج طلب، يعني عايز إيه يا ابني عشان أنت حفظت؟ يقول له خلاص ماشي، أنا مثلا وديني جنينة الحيوان.
فطبعا بياخدوا يوديه جنينة الحيوانات، فبيبدأ الولد، والموضوع ده كويس على فكرة مش غلط، الولد بيبدأ يبقى متحفز كويس أوي أوي، يعني عارف أنت كل ما يتحقق له طلبه، بس طالما في الصح في الحاجة كويسة فهو بيسمع الكلام. عشان ما أطولش عليكم، طبعا إيه، بودي مهتم أوي بالقنوات دي وبيحب يتفرج على التحدي بتاع الأطفال، وإن الأب بيحقق الحاجة اللي هو عايزها، طالما دخلوا في تحدي بيحقق له الحاجة اللي هو عايزها أو بيطلب منه طلب. طب الأب ما قدرش، ينفذ الحاجة دي، فطبعا الطفل مش هيعمل له فبيبدأ الأب ينفذ. أنا آسف لو كانت الصورة برضو يعني عاملة قلق لحد أو الصورة مش واضحة كويس، زي ما انتم شايفين الدنيا اللي حواليا، إن أنا ببقى لسه جاي من الشغل يعني، وببدأ بخلص شغلي وبجي أقعد أسجل يعني الفيديو، أو بسجل الفيديو اللي هنزله كده. فطبعا نرجع تاني لموضوعنا، إن عبد المنعم شاف الأب بيخش تحدي مع ابنه، ولو هو خسر بيطلب طلب من أبوه وأبوه بينفذه له. فطبعا أنا جيت من يوم زي دلوقتي كده بالليل، من الكافيتيريا، فدخلت. طبعا أنا ببقى جاي تعبان جدا مش قادر، فلقيت عبد المنعم ودي بيقول لي بابا. انا قاعد بقى كده بعد ما اكلت اللقمة، قاعد بشرب كوبايه شاي ومفيش اي حاجه، لقيته بيقول لي يا بابا تخش معاه تحدي. فقلت له ماشي يا حبيبي اخش معاك تحدي. اخش معاك تحدي في ايه؟ عايز ناكل ايه، اندومي ولا اكل ايه ولا الكلام ده؟ زي ما بشوفهم بقى بيقول لا، قال لي يا بابا لا، انا هطلب منك طلب، لو انت ما نفذتش الطلب ده اللي انا اقوله اللي هعمل لك اللي انا عايزه. فقلت له خلاص ماشي. يعني انا ما اتوقع يعني هيطلب مني ايه، يقول لي انزل هات لي حاجه حلوه، هات لي يعني مهما كان الطلب اللي هيطلبه بتاع. فلقيته بيقول لي يا بابا انزل تحت كنبه بتاع الانتريه. طبعا كنبه الانتريه انت عارف ان هي بتبقى واطيه على الارض شويه، يعني مش اي حد ينزل، طفل بس هو اللي ينزل. فقلت له يا ابني طبعا مش هعرف انزل يا بودي، ازاي هنزل انا؟ ما قال لي لا، هو دوت التحدي اللي هخش معاك، طالما انت مش هتقدر انا هقدر اعمل. قلت له ماشي. فهو قام نازل، طبعا هو صغير، قام نازل تحت الكنبه، وقام طالع من الجنب التاني زي الفل تمام التمام، وقام طالع وقام قاعد. خلاص مفيش مشكله، خلاص يا بابا انا هحكم عليك حكم طالما انا كسبت. قلت له ماشي يا حبيبي، انزل اجيب لك حاجه حلوه من تحت ولا هتعوز ايه؟ قال لي لا يا بابا انا. طبعا هو كان دايما كان دقني، كنت عارفين طبعا في الفيديوهات اللي قبل كده ان دقني طويله وشعر يعني ايه طويل شويه، او كنت بلبس كاب، فهو ده كان دايما يقول لي بابا ايه احلق دقنك احلق دقنك، هو عشان بتشوكني مثلا وكده. فاقول له ودي معلش يسيبها يعني وكده. فهو قال لي بابا انا عايز منك انت تحلق ايه، احلق دقنك. قلت له احلق دقني يعني ايه؟ قال لي طالما انا كسبتك في التحدي ده يبقى لازم تسمع كلامي وتحلق دقنك. قلت له لا احلق دقني لا مش حلو. قال لا خلاص يا بابا انا هحلق لك انا هجيب كده. هو زي ما بقول لكم بالظبط اللي حصل معايا، يعني بجد انا ما كنتش متخيل ان الموقف ده يحصل، حتى ما بحكي لاي حد بقول له والدته مش مصدقين الموقف اللي هو بيحصل خالص، بس كنت لازم اتعامل معاه كده. المهم فقال لي بابا انا هجيب المقص واقص لك ايه واقص لك شعرك. فطبعا احنا بنضحك والموضوع واخدينه بضحك خالص ومفيش اي مشكله. طبعا احنا هو بيجي ينام معايا، فجيت نمت عادي مفيش اي مشكله تمام التمام. المهم طبعا انا في عندي مكان اللي هو الجهاز دوت اللي هو بحضره، ساعات بجيبه مثلا اخف دقني بشويه، اظبط دقني، اظبط مثلا كده في السوالف مثلا. فطبعا ايه المكنه دي محطوطه عندي في الدرج كده، فهو عارف المكان يعني. طبعا هو في دماغه ان هو عايز يشيل دقني. هو بقى كسب التحدي، هو دماغه موصله له ان هو كسب التحدي، وطالما كسب التحدي فلازم يتحقق له اللي هو عايزه. ده اللي هو شافه او اتعلمه من اليوتيوب، ان هو طالما دخل تحدي مع حد وكسب فلازم اللي هو عايزه يتحقق، وده اللي هو فاهم. طبعا قام رايح على الدرج، فتح جاب المكنه، طبعا ايه عادي النور قايد مثلا كده، هو قام جاي، هو في دماغه ان هو عايز يخيل. طبعا هو قام جاي بالمكنه، انا نايم على جنبي كده، هو لقى قدامه، هو
هو عايز يشيل، مش عارف يعني. انا يعني انا توقعي كده يعني، حتى ما بعد ما عمل الحركه، فانا كل اللي حسيته ان حسيت يعني، حسيت ان في حاجه مشيت، حاجه زي عملت على شعره كده. فانا يعني انا فكرت مثلا ان حد هو بيهرش لي في راسي او في حاجه، انا مش متخيل الموقف يعني. بس رهجة البتاع، فانا اتخضيت، فقمت فلقيته هو اتخض. ففي ايه، في ايه يا عم منعم، في حاجه؟ قال لا يا بابا ما فيش حاجه يا عم منعم، في حاجه. انا فانا بصيت، الشعر واقع على كتفي. فبص كده، ايه ده؟ فعمال على دقني كده، مفيش، بعمل كده لقيت الحته دي فاضيه وما فيهاش شعر. طبعا انت لو يعني انت لو في مكانك كده، وابنك جاب المكنه وقام عامل لك بيها كده، وانت قمت لقيت حلقة شعرك، انا مش عارف. انا ربنا وحده هو اللي خلاني ان انا اتملك نفسي، بقى همي يضحك وهمي يبكي. عمال انا عمال يعني، من كتر ان انا عايز اضحك، انا عايز اتملك نفسي عشان اقول له عقاب او ادي له عقاب، او ان انا اقدر اتملك نفسي. انا ما بحبش اضربه يعني، بس ان انا ازعق، او انا بضحك. عارف انت الموقف اللي هو مثلا يبقى انت في كميه الحزن وتضحك، هو بالظبط كده. ان انا اللي انت عملته ده، طب يعني، طب انت قصدك ايه؟ طب المهم، طبعا انا حطيت كده. فطبعا قمت نادي الوالدة، قلت لها يا نهار ابيض ايه اللي عملته ده؟ قلت لها بس سيبيه، بس ما تزعلهوش، هو خلاص خلاص. ايه يا منعم، فهيدينا كده شويه. فهو خلاص يعني، خلاص انا مش عايزه ان هو يتخض يعني. انا مش عايز ان هو يتخض يعني من الموقف وكده. فوالدته، ايه اللي انت عملته؟ قلت لها بس دي كده، بلاش تخضيه، بس تعالى حبيبي انت في ايه؟ بس طب انت عملت ليه كده؟ قال لي يا بابا مش انا كسبتك في التحدي. قلت له يعني انت عشان كسبتني في التحدي؟ قال لي اه يا بابا انا كسبتك. ابو فريده، مش عارفه اسمها ايه، ابو البنت اللي هي في البتاع. قال له ابو كائن، ما بتقول له ما بتكسبه ويقول على حاجه بتقوم عاملاه. فقلت له خلاص يا حبيبي، بس يعني ما تعملش حاجه زي كده تاني، والحاجات دي غلط. قعدت بقى افهمه بالراحه، برضه اجيبه بالراحه. قلت له حاضر، اما ما تكسبني تاني، اللي انت عايزه انا هعمله لك. قال لي خلاص يا بابا. قلت له طب انا لو انا فزت عليك دلوقتي هحلق لك شعرك؟ قال لي لا، انا مش هخش التعدي ده، انت لو كنتش عايز تحلق ما كنتش دخلت معايا حد. فقلت لها اهدي كده، اهدي كده، بلاش تاخد دي، اهدى يا حبيبي، تعالى بس. يا طب انت عملت ليه كده؟ ايه اللي ايه ايه ليه؟ هو بابا طالما انت دخلت معايا التحدي. قلت له طب انا دخلت معاك التحدي وحلقت لك شعرك؟ قال لي لا، انا مش هخش التحدي ده. هو برضه شوف الواد مخه ذكي، ان هو مش عارف ان هو ممكن. فطبعا انا اضطريت طبعا يعني، انا يعني بس ما رضيتش اقول لحد. انا اضطريت طبعا تاني يوم ان انا اروح احلق شعري بالمنظر دوت. تمام، هو ده كمان هو طلع يعني، انتم شايفين كده احلق شعري طبعا، وقمت حلق دقني كمان. فده سبب موضوع الحلاقه، لاني طبعا انا كتير قوي الناس عملت ايه يا عم انت، ايه اللي عملته ده، ايه اللي حلقته ده، إيه؟ مش هقول لهم والله انا مرتاح ونظافه، ونظافه حلوه وتمام وزي الفل. ايه بس هي جميله يعني، يعني الواحد حاسس بطراوه كده جميله. بس هي المشكله طبعا لو انت شغال في الشمس هتتعب، بس هي بصراحة إيه زي الفل يعني، مريحة الواحد يعني. وإيه بقى فكرة الفيديو أو المحتوى، أو اللي أنا قصدي ليه أكلمكم أحكي لكم الموقف ده يعني؟ يا ريت نتعامل مع الأطفال في البيت، يا ريت نتعامل مع الأطفال في البيت بشوية ليه. انا بقى بكلمكم في الموقف بتاع الفيديو ده، او بحكي لكم الموقف ده حصل ليه. المشكله دلوقتي يا جماعه، ما بقتش الموضوع بقى سهل، بقى سهل ان الطفل ماسك تليفون في ايده ولا الكلام ده. لا، الموضوع بقى اكبر من كده. انا فعلا بدات ان انا كده كده برجه، بس دلوقتي الطفل
اي حاجه بقى يشوفها موجوده على الفيديوهات يعني عايز يعمل زيها. فاحنا بنقول كل اللي بنقوله نحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. خد بالك او خد بالك او حاول ان انت في يعني مثلا لو هو بيمسك تليفون باستمرار في برامج وفي حاجات بتمنع الاطفال ان هي تخش على الحاجات دي. انت ممكن لو هو مع تليفون وانت مع التليفون ما يقدرش يخش على اي حاجه الا باذنك. طبعا التحديات والحاجات دي انا لما بقيت اشوفها طبعا عارف انت مثلا يقوم جايب لك مثلا الاندومي طبعا انا ما بحبوش خالص ما باكلوش خالص نهائي. فطبعا هو يا بابا تيجي نعمل تحدي اندومي. ايه تحدي الاندومي ده؟ طب وروني كده انا عايز اعرف ايه تحدي الاندومي ده. يقوم جايبين الاندومي من قلب من المحل مثلا او الكلام ده كله ويجيبوا. طبعا بيبقى في كياس كده فيها الشطه وفيها التوابل. يا ريت بقى بيكتفوا بالشطه اللي بيجيبوا برطمان شطه او يجيبوا شطه كتير ويفضوا ويقول له كل. عارف كميه الشطه اللي بتبقى محطوطه؟ انا اتفرجت على الفيديو بصراحه انا خفت. شوف بقى معايا اللي ياكل الشطه دي بالمنظر ده ويقوم شارب وراها حاجه ساعه مش ده ممكن يعني تتعبه جدا. يا ريت نخلي بالنا من الموضوع ده. انا واحد من الناس حصل فيا هو الموضوع تمام. فانا فكرت ان انا لازم مع ان الموضوع وحش بس انا افكرت ان انا اخده للصالح. اللي هو الصالح بقى ان انا فعلا لقيت سكه ان انا اعرف اخش بيها لابني ان انا ممكن اقدر اخليه يعمل اي حاجه كويسه في الطريق ده. اللي هو مثلا ذاكر يعني مثلا هو راح الدرس النهارده وجه من الدرس يكتب الواجب مش كسلان بقى ومش عايز يكتب الواجب والكلام ده. قلت له طب ايه رايك تيجي نخش تحدي ونشوف انت هتعمل الواجب ولا لا. هو اول ما يسمع كلمه تحدي او يسمع كلمه ان انا يقول لي ماشي خش معاك تحدي. طب ايه رايك ايه التحدي اللي احنا نعمله مثلا؟ تيجي نشوف التحدي مثلا تيجي نشوف مين هيعرف مش عارف ينزل على السلم. يعني بحاول ان انا اقرب معاه. مش شرط ان انت لازم تعمل حاجه صعبه لا بالعكس. ده انا بخليه من حاجه ممكن يكسبني فيها عشان خاطر ان هو يحس ان وهو بقى ايه يعني. فخلاص اقنعته ان احنا مثلا ايه هنخش. اقول له تعالى اعدني ريست. اقول له تعالى اعدني ريست. لو غلبتني ما تعملش الواجب. وانا غلبتك يا معلم تعمل الواجب. اقوم جاي مثلا خليني غالبني مره. يقوم جاي ماسك ايدي ومتك على ايدي اهو. يقوم ايه منزل ايدي تحت كده خلاص هو ايه كسبني. يقول لي ايه مش هعمل. اقول له خلاص تيجي نعمل كمان مره. يقول لي طب لو كسبت هجيب. اقول له مثلا اجيب لك شوكولاته. طب اقوم انا غلبه مره. اقول له بقى تيجي نشوف اللي هنعمل المره دي اللي هو اللي هيكسب الاثنين. يقول له اقوم جاي مثلا كده. اقول له خلاص يا باشا قوم اعمل الواجب. فاحنا يا ريت ناخد بالنا من الموضوع ده. او يا جماعه كل اللي معاه طفل يخلي باله من التحديات ويخلي باله من النت ويخلي باله من اليوتيوب. لان الموضوع زي ما فيه الحلو زي ما فيه الوحش. زي ما واحد بيطلع بيعلم الصلاه وبيعلم الصوم وبيعلم 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 القراءه وبيعلم هتلاقي واحد تاني طالع بيرقص وطالع بيغني وطالع زي طبعا انتوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي وتيك توك والكلام ده كله. فبرضه فيه الحلو. بص تلاقي العيل حافظ اغنيه صم يغنيها. تبص تلاقيه مثلا تحفظه اي قران ولا سور القران. تبص تلاقيه مش واخد باله او مش حافظ. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومه اللي انا عايز اوصلها لكم واقول لكم الحلقه دي جت ازاي. هو ربنا سبب ان خلاها جت عشان اقدر ان اتكلم معاكم في الموضوع ده. واتمنى الاشتراك في القناه وعمل لايك وشير يوميات ابو البنات. وان شاء الله انتظرونا في فيديو قريب عشان نتكلم على قناه ابو البنات. ويا رب ما اكونش طولت عليكم وفدتكم بحاجه مهمه. والسلام عليكم.